عام مضى على تكبد أقلية الروهينجا خسائر بالأرواح، عام وما زالت معاناتهم مستمرة مع لجوئهم عن بلادهم إلى مخيمات اللجوء في بنغلاديش. نحو 700 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة لجأوا إلى بنغلاديش بسبب حملة بدأها الجيش البورمي ومجموعات بوذية في أغسطس من العام الماضي، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي. وأحيا آلاف من الروهينجا ذكرى هذا اليوم الأسود في مسيرة سلمية في مخيمات في جنوب شرق بنغلاديش، مرددين هتاف نريد العدالة من الأمم المتحدة. ورفع عدد من المتظاهرين أعلاما، بينما وضع آخرون أعصبة كتب عليها أنقذ الروهينجا. هذا ولا تزال أقلية الروهينجا المسلمة تعيش أوضاعا إنسانية مزرية في مخيمات لم يحدد مصيرها بعد في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنغلاديش. وتعاني الروهينجا من مشاكل صحية خطيرة متعلقة بالخدمات والغذاء والدواء، رغم النداءات الدولية لإجبار السلطات البورمية على تحسينها، فيما أكدت الأمم المتحدة أن شروط عودتهم الآمنة والطوعية لم تتحقق نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.